انا نفسي مقبره فخاني عشان تبقى الشباب عمل بعدي جوعه تبقى من بعد جوعه عايز يبقى غني ازيك يا اسطى عامل ايه؟ الحمد لله صحاب اخبارك عاملين ايه؟ تمام الحمد لله شايفين الواد اللي ماشي هناك ده؟ اه شايفين الواد ده شبع من بعد جوع عرفت ازاي؟ ما يغركش اللبس اللي هو لابس الواد ده يعني عشان لبس له طعم حلو كده وعربيه كده لا ده الواد ده شبع من بعد جوع وعارفه من هو صغير يا اسطى الواد ده باين عليه ابن ناس محترم يا ابني ما يغركش مش عشان لبس له طقم نضيف كده يبقى ابن ناس لا ده الواد ده شبع من بعد جوع كان فقير قوي وهو صغير بس شبع بقى وايه وهو ده اللي ينطبق عليه مثل شبع من بعد جوع يا اسطى يا عم فكك منه الله يسهل واد يا قناص افندم يا باشا جاي لك الواد ده الواد ده كونت له شويه معاك يا باشا محتاج لك اعمل لك اي حاجه انزل امسح لك جزمه جزمه اه الجزمه يا رحمة لا يا باشا بس ما يصحش يعني قدام الناس كده ما يصحش ازاي يالا ابوك اللي باكله وامك اللي بصرف عليها العيال المرميه في المستشفى عندي واخواتك اللي مدخلهم مدارس خاصه انزل يالا ما نعمه تقول من وش ده يخلص يالا اخلص حاضر امسح حاضر يا باشا حاضر. ايه القرف ده حاضر يلا فوق يلا